السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض موقع اسمه artflow.ai. تقدر تقول له ارسم لي الصورة الفلانية وتبدأ تحط له الحاجات اللي انت عايزها، وتقدر تقول له اد ستايل، تختار ستايل معين. في حاجات كتيرة مختلفة، تعتبر ان انت في موقع تاني خالص. تمام. طيب هقول له مثلا السايز بتاع الصورة، ممكن بورتريه، انتريور، اكستريور، زي ما انت عايز. انتريور فلور، فبتبدأ الصورة تتشكل معايا حاجات بالشكل دوت. طبعا ده غير قواعد اللعبة تماما. يعني زمان كنت انا مثلا بدخل على موقع معينة عشان اعمل تغذية بصرية لصور استايلات معينة. دلوقتي ده بتتكون الصور بشكل حلو. طيب خلينا مثلا عربك او اسلامك ونقول له يلا. فعمل لي صور كتير جدا. طبعا انت ممكن تيجي هنا وتزود تغير. طب خلينا نشوف عربك. ده بيعمل لك صور خاصة بيك، هو بياخد صور مختلفة ويدمجها بيعمل لك صورة جديدة. يعني هو مش هيقلد حاجة من عنده، بس هو بياخد صورة من هنا صورة من هنا ويعمل لك صورة محدش يقول له هو طبع. يعني في قضية كده، هل هو فعلا هو طبع ولا مش هو طبع؟ بس الفكرة ان هو بيكون لك صور خاصة بيك، يعني كأنك جبت حد متخصص وسرق حاجة بشكل جميل. تمام. جاب لك الأشكال دي، كل واحدة فيهم تقدر تدوس عليها، تقدر ان انت تكبرها، تشيل الخصائص بتاعتها. تمام. ممكن تقول له بقى انا عايزها لارج شوية، ممكن تغير البرومت بتاعتها. تمام. في حاجة عايزة تخرجها من الصورة، تقدر تفصلها عن الصورة. تمام. فايمج ستوديو هنا رائع جدا، يعني ليك ان انت تعمل صور كتيرة كل شهر. فممكن تقول له مثلا طب انا عايز ايجيبشن اركتكتشر، تجرب. بص انا ببص كده الصورة دي، معرفش ايه الراجل اللي حط دوت، معرفش ليه حط العربية دي هنا في قلب المبنى. تمام. بس نعتبر ايه الصورتين دول مش هما اللي احنا عايزينهم. وممكن تكتب له هنا استثني لي العربية الموف كار. معرفش اسمها ايه بقى. في هنا جاليري كبير جدا نتيجة ايه كل الناس اللي جربت الموقع، حاطين الصور بتاعتهم، فتقدر ان انت تشوف الصور وتعمل برضه تغذية بصرية. ايمج ستوديو اهوت. ايه اللي انت تفكر فيه مثلا؟ خلينا نجرب مثلا باتمان ان ايجيبت. طبعا هو بالنسبة له ايجيبت بتبقى بيراميدز، الاهرامات. فبدأ يجيب لك ايه شوية اهرامات كده على مقصر. طيب ممكن نكسب فلوس ازاي من موقع زي دوت؟ ممكن تكسب منه فلوس، ممكن تكون صور وتبيعها، ممكن تخش على بقى فيديو ستوديو وتبدا تعمل فيديوهات وترفعها على اليوتيوب، ترفعها على الانستجرام، ترفعها على اي موقع من مواقع سناب شات، المواقع اللي هي ممكن تكسب منها فلوس بالفيديو. بتختار صوره وتبدا تحط كاركتر وتبدا تعمل ديالوج ومؤثرات. بيقول لي اختار صوره هنا من الاسيتس بتاعتك. طبعا ممكن بروجكت اسيتس او ترفع صور او الصور اللي احنا عملنا لها كرييشن من شويه، انشاء من شويه. تمام. طيب نختار مثلا صوره زي كده اهو. المفروض ان الشخصيه تقول ايه؟ وتختار بقى الصوت هنا تعمل ازاي. مثلا I am happy today. هو بقى يبدأ يعمل لك الصوت اللي هيتركب مع الصورة دي.
طبعا ليك الحق ان انت ترفعها على اي قناة، يوتيوب، انستجرام، فيسبوك، زي ما انت عايز. والفيديوهات القصيرة هي دي اللي بتحقق ارباح. ممكن لو حطيت جملة من اللي هي التنمية البشرية هنا، يعني هتلاقي الناس كتيرة عجبها الفيديو ويحقق مشاهدات كتيرة. ممكن بقى تعمل يعني شوية افكتس على الصورة. تمام، بعد كده خلصت ممكن تروح مسيفه كدرافت او تعمل له اكسبورت. شوف بقى الاكسبورت. تمام، تقول له اكسبورت فيديو. طيب الفيديو المفروض ان هو بيسيف كايه؟ ده فيديو عملناه قبل كده، هتقول له داونلود، هتسيفه كـ MP4. ده امتداد مشهور ومقبول في اغلب البرامج.